السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد. اذا نكمل الاسئله ديال داك ليكزارسيس الاول. علاش طويل؟ راه دات فيه بزاف ديال الفيديو حيت فريمون هذا جامع فيه الكور كامل. الا فهمتوا غير هاد ليكزارسيس كافي، مي انا نزيدكم اوتر اكزارسيس باش تزيدوا تعمقوا في هاد الشابيتر اكثر. دونك هنايا السؤال العاشر قال لك كالكولي لو كوفيسيون دو ديتيرميناسيون ايرو كاري او دي دوير ايرو كاري بار. اذا شنو هي ايرو كاري؟ اذا هنا السؤال 10. اذا ايرو كاري ديجا بالعلاقات قلت لكم وبالديمونستراسيون هي لا سون كاري اكسبليكي على لا سون كاري توتال. اذا هذه يمكن نقسمها اذا افيك، اذا كانت قلنا لا سون كاري توتال هي لا سون كاري اكسبليكي بلس لا سون كاري ريزيدويل، فلا سون كاري اكسبليكي ات ايغال كوا هي لا سون كاري توتال موا لا سون كاري ريزيدويل. كنعوضها الفوق، يعني ايرو كاري هي لا سون كاري توتال موا لا سون كاري ريزيدويل على لا سون كاري توتال. اذا هنا كنقسم لا سون كاري توتال سور لا سون كاري توتال هي واحد ناقص لا سون كاري ريزيدويل على لا سون كاري توتال، يعني ايرو كاري هي واحد ناقص لا سون كاري ريزيدويل هي لا سون او او كاري. اذا في الطابلو ديجا لقينا لا سون او او كاري هي 193.279. اذا على لا سون كاري توتال هي لا سون ايغريك ام و ايغريك بار او كاري اللي هي ان فوا لا فاريونس ايغريك. هادشي راه درناه ديجا في الكور، ان فوا لا فاريونس ايغريك. اذا ان هي 6 ولا فاريونس ايغريك ديجا راني حسبتها هي لا سوم ايغريك اي او كاري سور ان موا ايغريك بار او كاري. راني حسبتها في لي فيديو اللي قبل، يعني هادشي راه مرتبط خاصكم تشوفوا لي فيديو اللي قبل. اذا راني ديجا حسبتها، اذا كنعوض هي واحد ناقص لا سوم اي او كاري قلنا هي 193.279 حسبتها في الطابلو على ان هي 6 ولا فاريونس لقيتها هي 48.604. راني ديجا حسبتها في فيديو اللي قبل. اذا ايرو كاري شحال هادي تعطيني؟ هي 0.332. دابا قالك استنتج ايرو كاري بار هي واحد ناقص لو دوغري دو لاسون كاري توتال على لو دوغري ديال لاسون كاري ريزيدويال هي ان موان 2. هادشي راه ديجا درتو في الكور، يعني ما غاديش نبقى نعاود عاد كل حاجه من جات، يعني هادشي راني درتو في الكور وشرحتو لكم. هادشي كنضربو في واحد ناقص ايرو كاري، يعني ايرو كاري بار هي واحد ناقص. اذا ان هي 6 ناقص 1 هي 5 على 6 ناقص 2 هي 4، 1 ناقص 0.332. اذا بالكالكيلاتريس كنحسبوها وكنشوفو شحال غادي تعطيني. اذا هنا غادي نقبض 1 ناقص، اذا هنايا غادي ندير 5 على 4، 5 مقسومة على 4 فاكتور كوا 1 موا كوا 0.332 اذا ايتيغال سكي دون او كوا سكي دون 0.165 اذا كتساوي 0.165. لاحظ ان ايرو كاري بار لقيتها صغار من ايرو كاري وهذا هو الهدف، يعني ضروري خاص تكون ايرو كاري بار صغار من ايغ او كاري داكوغ. دونك انا لقيت السؤال 10. اذا السؤال 11 يعني فريمون كنطبق العلاقات اللي عطيتكم. اذا 11 قالك دريزي لو طابلو انوفا ولا لو طابلو داناليز لا فاريونس. اذا لو طابلو داناليز لا فاريونس اللي هو انوفا سؤال 11 كي كندير له، اذا كندير طابلو هنايا على هذا الشكل. اذا كنجي هنايا كندير سورس دلا فاريونس، سورس دلا فاريونس سون دي كاري، سون دي كاري. اذا سورس دلا فاريونس كنجي كندير سون دي كاري، سون دي كاري لو دوغري دو ليبرتي دي دي ال لو دوغري دو ليبرتي او كندير مويان دي كاري. اذا انا كندير لا سون كاري اكسبليكي. لا سون كاري اكسبليكي شنو هي العلاقه ديالها؟ هي لا سون ايغريك شابو اي موا ايغريك بار او كاري. هذه هي العلاقه ديالها. اذا هي لا سون ايغريك شابو اي موا ايغريك بار او كاري، هذه هي العلاقه ديالها. دونك كنحسبوها شحال كتعطيني. اذا ايغريك شابو اي موا ايغريك بار او كاري غادي نمشي للطابلو ونحسبها. ها هي غنقبض إيكغيك شابو إي ونقسمنا إيكغيك بار. إذا إيكغيك شابو إي هي ديجا درتها في الطابلو، غنقسمنا إيكغيك بار اللي هي 28.66 ديجا حسبتها هي لا سوم إيكغيك إي سوغ إن. إذا قلنا منين كنلقى إيكغيك شابو إي موا إيكغيك بار كندير لها الأو كاري عاوتاني هنايا في الطابلو، كندير إيكغيك شابو إي موا إيكغيك بار أو كاري عاوتاني هادي كنرفع لها الأس أو كاري. دونك بلا ما نضيع الوقت إذا تتحسبوها، وأنا كتهمني التوتال ديالها. إذا التوتال ديالها راني لقيتو ديجا
هو 96.51، هو 96.51. دونك راه باين في الحساب، يعني بلا ما نبقى عاد نضيع الوقت هادشي، راه ديجا شفتو في ستاتيستيك، يعني ماشي شي حاجه جديده، يعني راه ساهل. اذا هادي لا سون كاري اكسبليكي. من بعد لو دوغري ديالها، سواء كندير هنا بي سواء كندير بي موان زان. الا درت بي نعتبرها لو نومبر دي كوا، لو نومبر دي دي زيكس، يعني عندي ان سول اكس. الا اعتبرت، الا درت هنا بي موان زان نعتبر بي هو لو نومبر دي كويفيسيون، يعني عندي دو كويفيسيون ا 0 اي ا 1، دو موان زان هي واحد، وديك واحد يعني عندي ان سول اكس. هادي لا سون كاري اكسبليكي. وكنقبط لا سون كاري اكسبليكي على لو دوغري، كتعطيني موان دي كاري، اذا غتعطيني 96.51. دابا لا سون كاري ريزيديال ديال لا سون اي اي موان اي شابو اي او كاري، اللي هي لا سون او اي او كاري، ديجا لقيتها في الطابلو، هي 193.279. لقيتها ديجا، اذا قلنا لقيتها ديجا. اذا لو دوغري ديالها هو الا درت ان موان بي، يعني بي اعتبرتو لو نومبر دي كويفيسيون، يعني ان موان دو دو كويفيسيون. الا درت هنا ان موان بي موان زا كنعتبر بي هو لو نومبر دي زيكس، يعني ان سول اكس ان موان زا موان زا هي ان موان دو، يعني وان هي 6 6 ناقص 2 هي 4، دونك لو دوغري هو 4. الا قبضت هذه وقسمتها على 4 شحال هادي تعطيني؟ 48.319. داكوغ. و لا سون كاري توتال يعني يكفي انني سو كندير هي لا سون اي موان اي بار او كاري، و لا سون اي موان اي بار او كاري هي ان فوا لا فاريونس اي، هي 6 فوا لا فاريونس، كتعطيني شحال؟ 289.33. و لا كنقبط هادي ونزيد عليها هادي لا سون كاري اكسبليكي بليس لا سون كاري ريزيديو، بحال بحال. داكوغ. اذا قلنا لو دوغري هادي هو المجموع 4 زائد 1 5، ولا هي ان موان زان هي 6 ناقص 1 هي 5، شتيها؟ يعني المجموع ديال لي دوغري دو ليبرتي، يعني وكنقبط هادي ونقسمها على 5 كتعطيني 57.806. دونك وانا لقيت انوفا. اذا انوفا فريمون ساهل، كنطبق غير العلاقات انطلاقا من الطابلو. دونك ملي لقينا انوفا، السؤال اللي من بعده شنو قال لك؟ سؤال 12 قالك تيستي فيشر، يعني تيستي جلوبال، يعني تيست جلوبال او تيستي فيشر. اذا اون غادي نقولوا فيشر كالكولي ايتيغال، هي لا سون كاري اكسبليكي على لو دوغري ديالها اللي هو واحد، لا سون كاري ريزيديال لو دوغري ديالها هي 4. كنخرجوا دابخي لو طابلو انوفا، لو دوغري هو 4 ديال ريزيديال، شتيها؟ اذا قلنا ديجا لقيتهم. اذا قلنا فيشر، اذا لا سون كاري اكسبليكي سور لو دوغري 1 انا لقيتها، ها هي لا موايا ديالها 96.51، هي 96.51. ولا سون كاري ريزيديال الى قسمتها على 4 كتعطيني 48.319. دونك هادي هي في الشير كالكولي كنلقاوها 1.987. اي في الشير كريتيك دائما كنديرو ديال لو ريسك الفا بلي دو دوغري دو ليبرتي ان ا اي ان 2، حيت الفيشير عنده دو دوغري دو ليبرتي. اذا الفا لو ريسك ديالها راه ديجا قال لك 5% كنخدم، هو 0.05 بالنسبه لي دو دوغري دو ليبرتي. الدوغري الاول هو بي ولا بي موان زا، اللي هو اون سول اكس عندي، ولي دوغري الثاني سوا ان موان بي ولا ان موان بي موان زا بحال بحال، اللي هو 4. يعني غادي نقبض في الفيشير، يعني الطابلو ديال الفيشير، انا نشوف لكم الطابلو ديال الفيشير اللي فيه دو دوغري دو ليبرتي. ها هو، ها هو فيشر، لا لوا دو فيشر سني ديكور. دونك لا لوا دو فيشر كنسقط، يعني لو دوغري واحد مع 4، ها لو دوغري واحد، ها لو دوغري واحد مع لو دوغري 4. اذا شتيها السطور جوج، ها واحد مع 4 عندي جوج. قلت لكم هاد السطر الاول كيكون ديال لو ريسك 5% و البروبابيليتي 5%، هاد لو ريسك ديال كيكون 1%. اذا انا عندي لو ريسك ديال 0.05 اللي هو 5%، اذا قلنا يعني العدد هو 7.71. ها هي 7.71، 1 4 ها هي الاول 0.05 هو 7.71. اذا انا لقيتو هنا، راه كنعلمكم حتى نرجعكم داكشي ديال الشونتيوناج كيدير تخرج من الطابلو ديال لوا. اذا 7.71 تقدر تعطى في ليكزام. دونك ملي كتلقاها كتقارن واحد مع 7، بيان سور في شركة الكالكولي راها صغيرة على كريتيك. اذا كنقول اون في شركة الكالكولي صغار من في شركة كريتيك ديال 0.05 1 4، دونك كنقولو اون اكسبت اش 0.
يعني ماشي اون غوفيز يعني كان اكسبت ازرو يعني لاسون كاركتيكي كتساوي زيرو. هذا السؤال ياش سؤال 12. سؤال 13 قال كالكول لانترفال دو كونفيونس دو لاني 7 و 8 ساشون كو لو بري دو لاني 7 هو 16 درهم ولو بري دو لاني 8 هو 17 درهم. يعني المعنى ديالها انا كنت عطيتكم في العلاقه ديال الكور واحد لانترفال دو كونفيونس ديال ايغريك حيت انا بما انا عطاك البري شنو انا قلت لكم البري هو اكس. يعني هنا في السؤال 13 قالك عندي اكس 13 يعني اكس دلاني عفوا 7 يعني اكس دلاني 7 شحال كيساوي اللي هو البري دلاني 7. اذا البري دلاني 7 ها هو قالك البري دلاني 7 هو 16 درهم. اذا عندي هو 16 درهم واكس ديال لاني 8 يعني البري دلاني 8 اكس 8 شحال كيساوي؟ اذا كيساوي 17 درهم. ها هي اذا عندي اكس 7 وعندي اكس 8. اذا شنو بغيت لانترفال دو كونفيونس؟ اذا شنو هي لانترفال دو كونفيونس ديال ايغريك اللي كنت عطيتها لكم ديجا؟ اذا كنقبط ايغريك شابو اي كنقسم منها تي ديال الفا سور دو حيت كنخدم بيلاتيرال ماشي انتيغرال يعني الفا ما نقسمش على واحد نقسم عليها جوج. يعني وهنا عندي لو دوغري دو ليبرتي ان موان بي موان زيرو ان موان بي هي 4 يعني سي موان 2 هي 4 داكو فوا ليكار تيب دو ليبسيلون لا راسين. هذا راني كنت عطيتها لكم واحد زائد واحد على ان زائد اكس اي موان اكس بار او كاري على لا سوم اكس اي موان اكس بار او كاري. هذه الجهه الاولى فيرغول. الجهه الثانيه هي ايغريك شابو اي بلس تي ديال الفا سور دو ديال 0.025 بالنسبه ل 4 دي دابري لانتربولاسيون لينيير راني لقيتها ديجا في داك لي فيديو فوا ليكار تيب دو ليبسيلون هي لا راسين ديال لا فاريونت دو ليبسيلون هي لا راسين ديال لا سون كاري ريزيديال على ان موان 2 يعني على 4 اللي لقيتها حتى هي ديجا غير لا فاريونت دو ليبسيلون غندير هنا لا راسين حيت بغيت هنا ليكار تيب وكنضربها في واحد زائد واحد على ان هي واحد على 6 زائد اكس اي هي اكس ديال هذاك اللي بغيت حيت انا عندي دوز اكس عندي دو بخي عندي اكس 7 وعندي اكس 8 يعني هنا في الاول اكس اي غنعوضها باكس 7 يعني بور لاني 7 وبور لاني 8 عاوتاني ندير اكس 8 يعني زائد اكس اي كنقسمنا اكس بار او كاري يعني اكس بار هي 7 ونص لقيتها وكنديرها الاو كاري على لا سوم اكس اي موا اكس بار او كاري اللي هي ان فوا في اكس هي ان فوا لا فاريونس اللي ديجا لقيتها حتى هي في لي فيديو اللي قبل يعني ان فوا في اكس. دونك هادي بور لاني 6 بور لاني 7 عفوا بور لاني 7 يعني كنقبط ايغريك شابو 7. اذا ايغريك شابو 7 باش كنلقاها كي كندير لها فريمون انا في السؤال الاول كنت لقيت ايغريك شابو اي ها هي في السؤال الاول كنت لقيت ايغريك شابو اي 10 96 زائد 2 36 اكس اي. اذا بور لاني 7 يعني ايغريك شابو 7 هي 10 96 زائد 2 36 اكس 7 واكس 7 هي 16 درهم. اذا كنلقى ايغريك شابو 7 و بور لاني 8 ايغريك شابو 8 كنقبط 10 96 زائد 2 36 كنضربها في اكس 8 واكس 8 هي 17 درهم وكنلقى ايغريك شابو 8. يعني هنا نلقى بور لاني 7 اي بور لاني 8 ايغريك شابو 7 و ايغريك شابو 8 يعني كل وحده من لي زاني يعني بور لاني 7 نحسب لها لانترفال دو كونفيونس ديالها و بور لاني 8 نحسب لها لانترفال دو كونفيونس ديالها بلا ميم فورمول. اذا انا لقيت ايغريك شابو 7 و ايغريك شابو 8 دي شيفر ناقص تي ديال 0.0254 دابخي لانتربولاسيون لينيير لقيتها ديجا 3 فاصلة كنضربها في ليكارتيف ديال ليبسيلون هي لا راسين دو لا فاريون دو ليبسيلون اللي ديجا لقيتها في السؤال الخامس جو بونس ديجا تا هي لقيتها لا غاسين 1 زائد 1 على 6 زائد اكس اي هي اكس 6 اكس 7 اللي هي 16 وبالنسبه لاني 8 كنديروا اكس 8 اللي هي 17 ناقص اكس بار او كاري 7 ونص او كاري على لا سوم اكس اي اكس بار او كاري هي ان فوا لا فاريونس اكس اللي يعني 6 في الفاريونس اكس اللي لقيتها هي لا سوم اكس اي او كاري سور ان موا اكس بار او كاري يعني فيرغول كندير الجهه الثانيه لا ميم شوز وكنلقى لانترفال دو كونفيونس تتعوضوا يعني الاساس هو الطريقه انا عطيتها لكم تتعوضوا بطبيعة الحال بلي شيف خوادي تلقاوها داكور. هادي بوغ لاني 7 و بوغ لاني 8 لا ميم شوز يعني كدير عاوتاني هنا ايكغيك شابو 8 انا قلت لكم كدير ناقص هادي دابخي لانتربولاسيون نيير فوا لي كارتيب دي بتيلون لا راسين 1 زائد 1 على ان هي 6 زائد اكس 8 هي 17 ناقص اكس بار او كاري على ان فوا في اكس عاوتاني هنايا كدير غير هنا كانت موا يعني هنا خدمنا على الجهات السالبه هنا نخدموا على بلوس يعني على الجهه الموجبه يعني كنخدم بيلاتيرال وهذاك علاش هنا الفا كنقسم على جوج وما كنقسمهاش على واحد. جيسبيغ كو تكونوا فهمتوا غير حيت باش ما يجيش لي فيديو طوالين
بطبيعه الحال هادو غير دي شيفر، يعني راه باينين نتوما طلبه الاستثمار، ما كنظنش انكم غادي تحصلوا في انكم تعوضوا هذا الشيء بلي شيفر. هو راكم ديجا قريتوا ستاتيستيك، قريتوا البروبا ولي شونتيوناج، وهذا الشيء راكم شفتوه وعاودتوه، دونك وكتلقاو الانترفال. بون هذا السؤال 13. السؤال 14 هو اخر سؤال، قال كالكول الانترفال دو كونفيونس بور ليبسيلو عاوتاني افيك الفا هي 5% دائما. اذا دابا السؤال 14 واخر سؤال هو الانترفال دو كونفيونس ديال ليبسيلو. اذا الانترفال دو كونفيونس ديال ليبسيلو كنقبط يعني هنا ان موان بي موان زا فوا سيغما كاري دي ليبسيلو على بي الفا، وهنايا كنقبط ان موان بي موان زا فوا سيغما كاري دي ليبسيلو على ا الفا. هذه هي العلاقه اللي عطيتكم. إذا شنو هي إن موان بي موان زا ولا إن موان بي؟ هي 4 حيت لو دوغري دو ليبرتي عندي هو 4. إذا الانترفال دو كونفيونس ديال ليبسيلون إذا هو 4 فوا سيغما كاري دو ليبسيلون أو لا فاريونس ديال ليبسيلون. إذا ديجا أنا لا فاريونس ديال ليبسيلون لقيتها يعني كشيفر لقيتها ديجا. أنا راني حسبتها أنايا نقلب عليها فين درت لكم لا فاريونس ولقيتها ديجا. ها هي هي 48 319، 48 319. إذا عندنا 4 في 48 319 وكنقسمها على بي ألفا، كذلك هنا 4 عند 4 في 48.319 ونقسمها على أ ألفا. إذا لقات لي بي ألفا وأ ألفا لقاهم. إذا شنو هي البروبابيتي يعني نلقاهم بالكي دو؟ الكي دو ديال لو دوغري دو ليبرتي سوا إن موان بي موان زا ولا إن موان بي اللي كتكون كبر من بي ألفا نلقاها بلو ريسك ألفا سور دو. إذا قلنا والبروبابيتي ديال كي دو إن موان بي موان زا ولا إن موان بي على حساب بي واش نون دي كويفيسون ولا نون دي زيكس اللي كبر من أ ألفا نلقاها بلو ريسك ديال واحد واحد ناقص ألفا سور دو. هذه علاقة كنت عطيتها لكم دابخي لو طابلو دو لا لوا دو كي دو. يعني انا بغيت بي الفا هنا و ا الفا، اذا بي الفا كي غادي ندير نلقاها. اذا هنايا الفا سور دو شنو هي؟ اذا غادي نطلق من هذه باش نلقى بعدا بي الفا. اذا انا عندي بروبابيليتي ديال كي دو 4 اللي كبر من بي الفا كتساوي 0.025 حيت الفا سور دو هي 0.05 سور دو هي 0.025. اذا دابخي لو طابلو دو لوا دو كي دو غنمشي للطابلو ديال لوا، غنمشي للطابلو دو كي دو. ها هو طابلو دو لا لوا دو كي دو كنسقط لو دوغري 4 ها هو مع 0.025 كنشوف واش ها هي شتيها. اذا 4 ها هي 11.14 شتيها كنلقاها هي 11.14. اذا انا نسقط 4 مع هادي نلقاها يعني كوريسبو بي الفا هي 11.14 يعني فريمون ساهله. انا لقيت بي الفا اي البروبابيتي ديال كي دو 4 اللي كبر من ا الفا كتساوي 1 ناقص الفا سور 2 هي 1 ناقص 0.025 و 1 ناقص 0.025 هي 0.975. دونك الا سقطت 4 مع 0.975 شحال هي ا الفا؟ غادي تعطيني شنو هو لو شيفر؟ اذا هذا الشيء راكم لقيتوه في ليشونتيوناج. اذا 4 مع 0.975 هاي شتيها 9.75. اذا 4 مع 9.75 اذا تعطيني 0.484 0.484 0.484 سيسا. دونك مزيان. اذا هنا لقيت ا الفا. اذا وكنجيو كنعوضها في الانترفال دو كونفيونس. اذا كنقبط 4 عند 4 في 48.319 على بي الفا اللي هي 11.14 فيرغول عاوتاني 4 في 48.319 على ا الفا اللي هي 0.484 دابخي لو طابلو دالوا دو كي دو. وكنلقى لانترفال دو كونفيونس تعوضو بلي شيفر. وبهذا نكون ساليت ليكزارسيس الاول اللي هو مهم، لاحظتو انني تخيطيت فيه جميع لي كيستيون اللي عطيتكم في لي فورمول واللي عطيتكم في الكور. دونك قسمتو 4 جو بونس ولا 5 فيديو ما عرفتش شحال، المهم طويل. هادي لو كاد ليكزارسيس الاول مي كيكون طابلو. ليكزارسيس الثاني هو اخر اكزارسيس اللي بيه غنكون ساليت شابيتر واحد وندوز ان شاء الله لشابيتر جوج ديال ريغريسيون لينيير ملتيب. هو ما غنعطيكمش الطابلو دابا، نعطيكم انا دي دوني عاوتاني، انا نعطيكم دي دوني مثلا ايرو كاري لاسون كاري ريزيدي نعطيهم لكم دوني ونطيل اقل منهم تجاوبوا عاوتاني على لي كيسيون هنا باش تعرفوا توظفوا العلاقات. الاساس ديال هادشي هو كنعلمكم كي ديروا توظفوا العلاقات في لي زيكزارسيس
وإلا فهمتوا غير هاد لي زيكزارسيس هذا والاخر اللي غنعطيكم في الفيديو الماجي، انا كنوعدكم بانكم ما يبقاش عندكم مشكل كاع في هاد الشابتر. جيسبر كو ما نكونش زربت عليكم ويكون هاد الشيء واضح. اذا الى طبعا حسفتوا ما تنساو ديروا جيم كومونتير وتبارطاجوا مع اصحابكم باش هما يستافدوا، وشكرا على التتبع ديالكم.